قرر نادي أنطاليا سبور التركي تعيين نجم الفريق الكاميروني سامويل إيتو مدربا مؤقتا للفريق إلى جانب استمراره في قيادة خط الهجوم، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني جديد. هذا ويتصدر النجم الكاميروني الذي سبق وأن لعب لأندية كبيرة كبرشلونة وإنتر ميلان وتشيلسي قائمة الهدافين في الدوري التركي برصيد 13 هدفاً.